جماعة الخير بتكلم عن شيء مهم وأتمنى تتقبلوا كلامي. في واحد من مشاهير سناب قاعد يصور سنابه على سيارته القديمة إلى سيارته الجديدة، ما شاء الله ربي رزقه وصار من هنا إلى هنا ما شاء الله، يعني تغير كبير. فلما دخلت كومنتات المقطع لاحظت شيء غريب صدمني، بمعنى الكلمة صدمني. أنا حسيت بيقول الناس بيقول ما شاء الله الله يبارك له، لكن صار عكس، كلهم كاتبين كيف في هذه قصة كفاح وهي مجرد إعلانات وارفع الشاشة لفوق وعيب، والله عيب هذا الكلام. يا أخي أنت ما تعرف يا أخي، ربي وزع الأرزاق يا أخي، ربي كتب له الرزق في هذا الشيء، ربي كتب له الرزق في السناب. هذا الإنسان اجتهد تعب، أنت ما تعرف إيش ضحى، أنت ما تعرف إيش سوى، أنت ما تعرف إيش صار بحياته، ما تدري.